السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة، وكالعادة دعوني أرحب بضيوف الكرام الدكتور فهد العرابي الحارثي، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. أستاذ جمال خاشقجي والشيخ حمود الناجي، مساك الله بالخير. ومعنا الدكتور عبد الرحمن الحبيب الباحث والكاتب المعروف طبعا باعتبار أنه جديد. ونتجه إلى موضوعنا الأول. السعودية تدعو لزيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية 50%، والزعماء العرب يقرون مبادرة الملك عبدالله الاقتصادية. الحقيقة أن القمة الاقتصادية أو التنموية تعريفها الأشمل تحول في سياق القمم العربية المعتادة التي كانت تجمع القادة والزعماء العرب فيتحدثون في الشأن السياسي ولا ينتجون شيئا. تأخر العالم العربي في ظني بسبب القمم السياسية. أما في هذه القمة الثالثة التي عقدت في الرياض فهي قمة تعيش يعني حالة من التحول نحو تطوير وتنمية العالم العربي. إيش رأيك يا دكتور فهد؟ يعني بالفعل تغيير في مسار القمم العربية التي كانت تركز على الجانب السياسي ولا تنتج شيئا، الآن على الأقل الالتفات إلى تنمية. هذا الكلام اللي تفضلت فيه صحيح 100%، وأنا أعتقد أنه نتيجة للربيع العربي الذي حدث في عالمنا. أنا أعتقد أنه هذه من أحد النتائج الإيجابية التي دفعت بالقادة العرب وبالحكام العرب إلى أن يلتفتوا إلى ما هو أهم، إلى أن يلتفتوا إلى الناس، إلى حل مشاكل العدالة الاجتماعية، مشاكل المتعلقة بالخدمات الصحية، بالتعليم، بالتنمية المستدامة، بمعالجة الفقر، بمعالجة البطالة. طبعا هم يعتقدون بأنه السبب الرئيس في الثورات التي حدثت هو هذه المشكلات. صحيح، قد تكون هذه المشكلات هي من الأسباب، لكنها ليست كل الأسباب. هناك بس هذه أظن أيضا متفق عليها قبل الربيع العربي باعتبار أنها القمة الثالثة، والربيع العربي يمكن في الغالب ما لم يمضي أكثر من سنة، بس كأنها إبرازات. لكن الاهتمام فيه بهذا الشكل أنا أعتقد أنه نتيجة مهمة لما حدث. وأظن أيضا أنه في الوقت نفسه يعني هذا انتقال مثل ما تفضلت أنت في المقدمة إلى مؤتمرات عملية، إلى مؤتمرات تحل مشاكل، وخصوصا أنه في العالم العربي وصلت الأمور إلى مستويات متردية جدا فيما يتعلق بموضوع الفقر، فيما يتعلق بموضوع البطالة، فيما يتعلق بسوء مخرجات التعليم، فيما يتعلق بكثير من الأمور يعني تحتاج بالفعل إلى أن يلتفت إليها بشكل جاد، لعل هذا العالم ينتقل من يلحق بركب العالم المتقدم اليوم. يعني أنا أعتقد أنه هناك فجوة كبيرة جدا تفصل عالمنا في الشرق الأوسط والعالم العربي على وجه الخصوص مع بقية العالم المتقدم في كثير من الأمور. ممتاز دكتور عبد الرحمن، إيش رأيك أنت في هذا؟ هل أنت يعني متفائل بهذه القمم كونها تحولت إلى قمم تنموية؟ والسؤال الأهم يعني هل تعتقد أن سيكون هناك تبادل بين الدول ذات رؤوس الأموال التي تدعم الدول اللي تتوفر على أيدي عاملة؟ والله يعني التفاؤل جيد، لكن لا يبدو الموجود يدعو كثيرا للتفاؤل. الاستثمار يحتاج بيئة استثمارية وخاصة الحماية، أنظمة وقوانين تحميك، وهذه في أكثر الدول العربية مفقودة، الدول العربية غير النفطية. طيب يمكن القمم هذه، لاحظ أننا لسه مبكرين في هذا الجانب، تنشئ مثل هذه القوانين. نعم، هي يعني حدث عدة قرارات بالأخيرة جيدة. لا نستطيع أن نقول أنها ليست جيدة، لكن للحاق يعني زي ما تفضل الدكتور أيضا أنه للحاق بالركب الحركة الاقتصادية العالمية في اعتقادي غير كافية. يعني رؤوس الأموال الكبيرة أين ستتوجه؟ اللي في الخليج منطقي جدا أنها لن تتوجه إلى العالم العربي إلا في حيز التنويع، يعني حيز ضيق، لأنه يريد مثلا شركة أو مضطرة أو رجل رأس ماله عالي جدا بالمليارات ينوع يذهب إلى البلد الفلاني العربي أو البلد الفلاني العربي من التنويع، ولكنها ليست بيئة جاذبة استثماريا. وأكثر يعني في اعتقاد السبب الرئيسي هو الحماية، الأنظمة، أيضا قضية طبعا اقتصاد المعرفة. اقتصاد المعرفة متخلف كثيرا في العالم العربي، وهو الآن ركيزة من ركائز
يعني الاقتصاد. نعم. ممتاز. الشيخ حمود، انت متشائم مثل عبد الرحمن الحبيب ولا ترى ان هناك يعني ضوء في اخر النفق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا حقيقه هو الواقع يعني ينبه حقيقه ان يعني مسار التنميه الاقتصاديه انه متعثر جدا. هم في قمه الكويت يعني اقروا صندوق دعم البرامج الاقتصاديه الصغيره والمتوسطه براس مال 2 مليار. ما دفع الا السعوديه والكويت ومليار تقريبا و200 مليون من بقيه الدول، باقي 800 مليون دولار لم تدفع حتى الان. هذا حقيقه يعني ينبه عن ان الفكره الاساسيه للتنميه الاقتصاديه العربيه انها متعثره، وان الذي يتبناها دوله او دولتين او ثلاث. والدليل على هذا ان حتى يعني هذه تحتاج الى مشروع قانوني يعني يقوم هذه الاقتصاديات، ومع ذلك لم يقر حتى الان. هم في القمه الاخيره دعوا الى الموافقه على اتفاقيه الموحده لتنميه رؤوس الاموال العربيه. وطبعا يعني انت تعرف ان في كثير من الدول عندها برلمانات لابد تعرض عليها حتى اجازاتها ويتم الموافقه عليها. فتعثرت ايضا في جزئيه الموافقه. الفكره الاساسيه ان القانون حقيقه يحمي الدول التي تحتاج الى دعم اقتصادي، لكن الدول التي عندها وفر اقتصادي مثل المملكه العربيه السعوديه والكويت والامارات هي تنتظر الموافقه فقط على هذه الاتفاقيات. يعني تصور مجرد الموافقه يجعل الدعم المالي يسير اليها. ومع هذا لا زالت متعثره. انا اقول يعني في النهايه انه لابد من تشريع مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن، هو المحك الاصلي. متى ما سنت القوانين وكانت هذه القوانين يعني جاده وصارمه وواضحه واقرت في جامعه الدول العربيه، لا شك ان الدول كلها ستتبناها وتعتبر يعني رصيد لها في المستقبل. طيب استاذ جمال، فيما مضى كان هناك يعني قبل سنوات، طبعا 50 سنة من القمم السياسيه ولا ذا، لكن كان يتم بعض الدعم المالي لكثير من الدول العربيه، لكنها كانت تذهب الى جيوب الزعماء او الرؤساء، رؤساء الثورات العربيه ولا ذا. هل تتوقع مع مجيء وتغير جلد العالم العربي انه يصير جو الرؤساء نظاف يعني، فلما ولا في قنوات معينه ستدفع فيها هذه الاموال؟ هو القمه اكبر من مجرد دعم من الاغنياء للفقراء، انما هي عمل مشترك جماعي عربي للنهوض بالامه بالكامل. لكن هو ايش سبب هذه القمه؟ القمه هذه سببها في عام 2002 صدم العرب جميعا بتقرير شهير جدا، تقرير الأمم المتحدة البشري الأول، والذي فضح الحالة المتردية للشعوب العربية كلها في مناحي التعليم والاقتصاد والوظائف والترجمة وكذا وكذا وكذا. القادة والزعماء حاولوا جهدهم إنهم يجهلوا هذا التقرير. ما استطاعوا، لأن الكتاب والمثقفين استخدموا هذا التقرير للتذكير بالحالة المأساوية اللي احنا فيها، ووجدوا في الأرقام منجاة لهم يهربون بها من السياسة، ولكنهم في النهاية ولدوا بيئة معينة ضغطت على القادة والزعماء، فعملوا قمة الكويت في 2009، ثم قمة شرم الشيخ في 2011. كانت في عهد مبارك في آخر أيام مبارك قبل 10 شهور من سقوطه أو نحو ذلك، أو سنة عشان الواحد يكون دقيق. الآن هل الفرصة متاحة أكثر؟ نعم الفرصة متاحة أكثر، لأنه كثير من الشعوب العربية أصبحت مسؤولة عن نفسها من خلال الانتخابات. لكن ترى حتى الآن ما زالت الشعوب العربية ببوصلة ضايعة، يعني ما زلنا دايجين في الأيديولوجيا على حساب الأرقام. يعني لما تراقب أنت الصورة في مصر اليوم تلاحظ الجدل اللي حاصل عندهم، حتى عندنا في السعودية. إيش الموضوع اللي يشغلنا نحن أكثر شيء؟ هل إصلاح التعليم؟ بمعنى أبحث لي عن مقالة اليوم في أي من الصحف السعودية تناقش وضع تعليم الرياضيات في المدارس السعودية ونتاج تعليم الرياضيات بالمقارنة إلى سنغافورة أو بالمقارنة إلى سويسرا أو بالمقارنة إلى غيرها. ما نهتم بالمسألة هذه، هذه المسائل ما نهتم بها، مشغولين بالقضايا مرة أخرى إيديولوجية. يعني بينما القضية الأساسية للتنمية إيش هي؟ البعض يعتقد القضية الأساسية للتنمية هو بناء مطار أو بناء جامعة هائلة. القضية الأساسية للتنمية هي الوظيفة، الوظيفة، الوظيفة. إذا ما تحققت الوظيفة انهار المجتمع. ممتاز. فقضية القمة هذه هي الوظائف، أيا كان في السعودية، في مصر أو في غيرها. فلا بد أن تشتغل الدول على هذه المهمة العظيمة الأساسية السياسية الاستراتيجية الهامة وهي الوظيفة. طيب أجل خلينا نشوف موضوعنا التالي. سعود الفيصل يقول أن الآمال خابت في حلول الأزمة السورية،
والرياض تطلب من مجلس الأمن التدخل العاجل. ما يطول بنبدأ معك الحين. موضوعنا هو موضوع أيضا سوريا. جمال أيضا أرجع لك أنت. أنا أحس اليومين كأن الناس بدأت تيأس من تغير الوضع في سوريا، وكأنها بدأت ترتب الأمور للقبول ببقاء بشار الأسد إلى حين انتهاء فترته. هو ليس قبول ببشار الأسد، أنا بدأت أيأس مع اليائسين، لأنه في عدة أسباب وفرص للتدخل وضيعناها ولم نهتم بها. لم نضغط على الروس لتغيير موقفهم. بما من تتكلم عن من؟ كل العرب، كل العرب بما فيهم نحن السعوديين. يعني أنا أشعر أنه التعاون الآن مع سوريا هو أنها نار مشتعلة، ننتظر نتفرج عليها وننتظر إلى أن تأكل بعضها بعضا، لكن لا مجال لبشار، لا مجال لعودة النظام القديم. الجميع يعلم بأن النظام انتهى، ولكن كلنا لا نريد. طيب لافروف لا يقول ذلك، وإيران لا تقول ذلك، ولايتي ولا كلامهم غير مهم. لا يمكن تاريخيا سياسيا، يعني كتاب التاريخ يقول بأن شخص مثل بشار الأسد مستحيل أن يعود للحياة مرة أخرى. الرجل انتهى، ولكن لا تركيا ولا السعودية ولا أحد يريد أن يدخل لاستعجال إسقاط النظام. النظام ساقط لا محالة. يبدو أنه السياسة السعودية والتركية والأردنية والأوروبية ربما هو مشاهدة المشهد السوري كحريق يأكل بعضه البعض، ثم عندما تنتهي، عندما يعني يبلغ الحريق هذا أوجه ويبدأ في الخمود، ندخل نحن ونساعد أخواننا السوريين بما يلزم. دكتور فهد، أنت تتفق مع جمال ولا يعني ترى أنه بالفعل هناك محاولة للتسوية وللإبقاء على نظام بشار؟ خلينا يعني ينتهي بشار شخصيا مثلا ويبقى من هو في نظامه مثلا. لا، أنا بكون يمكن أحاول أكون أكثر مباشرة من الأخ جمال. أتفق معه في بعض ما قال، بعض ما أتفق معه فيه، بمعنى أنه أنا أعتقد أنه الوضع في سوريا هو خذلان للأمريكان وخذلان للروس في آن في نفس الوقت، وهي مؤامرة أمريكية روسية إيرانية. خذلان لهم ولا منهم؟ خذلان لهم في تاريخهم أن يتم هذا وهم واقفين موقف المتفرج. أمريكا تستطيع أن تفعل شيئا. روسيا غير مفهوم إلى الآن وإلى بكرة، غير مفهوم هذا الموقف من شخص بشار الأسد، على الرغم من أنهم طلعوا في أكثر من مرة وقالوا إحنا ما لا يعنينا شخص حول، إحنا يعنينا بس النظام. لكن هذا كلام فارغ. آخر هالتصريحات اللي أمس واللي قبل أمس من وزير الخارجية هذا اللي يقول أنه لا، أصيبت المعارضة بهوس إسقاط بشار الأسد فلن يسقط بشار الأسد. يعني أصبح كأنه في نوع من لوي ذراع بين المعارضة وبين روسيا. صحيح. أمريكا تقف موقف المتفرج. العرب أنا بنظري هذا اللي يختلف فيه مع الأخ جمال، عاجزون عن أن يفعلوا شيئا بكل صراحة. ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون، لأنه يعني أكثر مما يفعلون الآن دعم محدود، دعم مالي، دعم زيارة مخيمات اللاجئين. عايض القرني بشركم وصل هناك أمس، أظن مدري اللي قبل أمس. يعني أنا أقصد أنه في النتيجة النهائية هناك عندي إحساس، أنا ينتابني أحيانا بأن سوريا بتتعرض إلى مؤامرة حقيقية. يراد أن النظام القادم الذي سيأتي بعد بشار يستلم سوريا محطمة نهائيا، البنية التحتية والإنسان السوري، حفاظا على ما سيترتب على هذه النتيجة فيما بعد بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لجيرانها الآخرين في المنطقة. أنا لازلت يعني مفجوع بهذه النتيجة، بهذا الرهاب الذي ينتابني أنا، وأعتقد معي كثيرين من العرب مع الأسف الشديد. صحيح. دكتور عبد الرحمن، أنت إيش رأيك؟ حتى الأمير سعود الفيصل وهو الذي يحمل يعني لواء مناصرة قضية الثوار في سوريا، كأنه بدأ يعني في الآونة الأخيرة يقول الأمال خابت في حل يعني أو في حلول الأزمة السورية، بدليل إنه الرياض طلبت يعني من مجلس الأمن التدخل العاجل. كيف أنت ترى الوضع؟ نأخذ التدخل العاجل من يتدخل؟ يعني أنا أختلف في طرح من يطرح إنه أمريكا تتدخل. أمريكا واقف، لازم تتدخل في ليبيا، وخطاب أوباما كان واضح، أمريكا منكفئة وجريحة داخليا، عندها أزمة مالية حادة جدا، عندها إشكالاتها الحادة، دفعت تريليون دولار في العراق ونصه في أفغانستان، هي الآن منكفئة. وهذه مصالحها أنها لا تتدخل، ولم تتدخل هي حتى في ليبيا، ولم تتدخل في مالي،
فهي منكفئة، هي ممكن تدعم دعم لوجستي أو غيره أو استخباراتي ربما، هذا اللي طرحته، هي لم تطرح أنها ستتدخل، هذا من ناحيتها هي. من ناحية فرنسا وبريطانيا، بريطانيا أيضا تريد أن تنكفئ، فرنسا لديها نوع من يعني هي حاملة اللواء الدولي في عالميا في اتجاه إسقاط هذا النظام السوري، لكن هي أيضا في ورطة كبيرة الآن، هي تدخل في مالي وهذه يعني مستعمراتها السابقة وعندها إشكالات عديدة. أنا أعتقد إذا يعني بالواقعية السياسية التدخل كان صعبا من البداية، خاصة أنه هناك يعني فيتو روسي وصيني، يعني ليس فيتو واحد أيضا حتى يضغط على روسيا. روسيا تعتبر نفسها أهدرت فرص عديدة في العراق وفي ليبيا ولن تعيد الإهدار في سوريا، تريد جزء مما من المرحلة التالية. أنا أعتقد المرحلة التالية هي احتمالات، غالبا النظام بشكل بشار سيسقط، لكن ليس مؤكد، لا يوجد في اعتقادي شيء اسمه أكيد، لأنه إذا تدعم دول مثل الصين مثل روسيا وإيران ولديه جيش ليس مؤكد أنه يسقط. ففي اعتقادي أنه الاحتمال أنه ما سيأتي بعد هذه الكارثة إذا انتهت قد يكون مشابه للسيناريو اليمني اللي في اليمني. أنت شايك يا شيخ حمود؟ والله يا دكتور أنا حقيقة يعني سأجنح رأي الدكتور فهد اللي هو العجز العربي، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة يوشك أن تداعى عليكم الأمم قال ومن قلة نحن يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني حقيقة يعني دعنا ننظر لها من منظور حتى إسلامي، لأن الإسلام أكثر اتساعا من العرب، يعني لا يستطيع الأمة الإسلامية وتندرج فيها الأمة العربية يعني أن تؤثر على روسيا وعلى الصين وأن تعدل التوجه في مجلس الأمن. كثير من القانونيين يعتبرون مجلس الأمن قد سقط. كيف سقط؟ يعني ليس سقوط حسي وإنما سقوط في ثقة الأمم فيه وأخلاقية نعم. وإذا سقطت يعني القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات في قناعة الناس سيصبح ليس لها احترام، يعني أمة تقتل وتسحق ويعرض لمرتين ويدرج فلا يصدر منها يعني أي قرار يتعلق بهذه الجزئية، بينما في كثير من الحالات التي هي أقل ضرر ويعني وأكثر يعني تأثير واتخذ القرار في خلال يوم في 24 ساعة. صحيح. أنا أجزم أن الوضع السوري صحيح أن فيه مراهنات دولية وصحيح أن فيه مصالح دولية، لكن بالنظر إلى مصالح الشعب السوري وحتى المساعدات التي يعني تقدمت بها كثير من الدول الآن الحديث عنها لم تصل، وأن كثير منها قد تعثر، فالوضع السوري حقيقة ليس مأساوي فقط وإنما حقيقة يعني سيبقى لمحة تاريخية يعني تكتبها أجيال وعصور مرة. طيب فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيوف الكرام أستاذ جمال خاشقجي والدكتور عبد الرحمن الحبيب والشيخ حمود الناجم والدكتور فهد العرابي الحافي، ونتجه إلى موضوعنا التالي. وزير الشؤون الاجتماعية يعفي مدير دار الملاحظة بجازان ويحيله للتحقيق، والمدير المقال سأقاضي الوزارة. إيش رأيك يا دكتور عبد الرحمن؟ يعني خطوة كويسة أنه وزير يستجيب لما ينشر في الصحف ويتابع، يعني الحقيقة حدث ضجة، يعني هو طبعا اللي كان لها سابق الفضل في هذا جريدة الوطن نشرت المشكلة في دار أيتام جيزان، وبعدين تمت المتابعة وتم يعني إقالته. خطوة جيدة ولا كيف تراها؟ هي الخطوة إذا من منظور إعلامي منظور إنساني ربما نراها جيدة، لكن مهمة أنها تكون نظامية، يعني لأن نعرف إحنا أنه يعني لا يمكن فصل أي موظف في الدولة إلا بقوة النظام، وقوة النظام هذه معناها لها يعني إما غياب معروف هي 15 يوم أو حكم صادر من المحكمة. أنه يأتي قرار من أي مسؤول في الحكومة مهما كان حجمه هكذا فقط بسبب إعلام، ليس يعني أنا لا أريد أن أنحاز، أنا بالعكس يعني أنه يعني نحن مع مثل هذه المرونة، لكن لابد أن تكون نظامية وقانونية. طبعا إيه طبعا. على فكرة مدير الدار اللي أقيل قال سأقاضي الوزارة، خلينا نشوف. نعم. الشيخ حمود هذا طبعا قانوني، وأنت إيش رأيك؟ هل من حق الوزير أن يقيل إذا رأى تقصير أو
طبعا الوزير له الصلاحيات لانه هو الوالي الاداري على هذه الوزاره. لكن مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن لابد ان يكون في القنوات النظاميه وان يكون القرار متفق يعني مع النسج القانوني لهذا. يعني بما ان الوزير استجاب للصحافه فهذا دليل قصور في الوزاره. يعني اذا كان الوزير لا يدري عن يعني الاجزاء المتفرعه من وزارته الا بخبر صحفي أو بمعلومة هذا دليل قصور. لا بس أيضا هذا دليل أيضا إيمان بدور الصحافة. إحنا دائما نقول إنه الصحافة ويقولون في العالم أنها السلطة الرابعة. فجيد أن تعين يعني المسؤول. هذا جيد من ناحية إيصال الخبر. لكنه غير موفق من ناحية المتابعة والإدارة. ليس كل الناس يستطيعون أن يلجأوا للصحافة. ولا الصحافة لا تنشر كل أخبار المجتمع. وهذا القصور الذي حدث. المفترض في كل الوزارات أن تصل تقارير أداء. وتقرير أعمال الوزير يطلع عليها ويبدي رأي فيها. أما مسألة أنه ينقل موظف هذا من صلاحية الوزير. من صلاحية الموظف أن يعتل على هذا القرار. طبعا في مدد نظامية 60 يوم وإذا انتهت أنه يتقدم لديوان المظالم ويعترض على القرار. في فرق كبير بين طلب إلغاء القرار وبين التعويض. التعويض لابد فيه من أركانه خطأ ضرر علاقة سببية وهذه مرجعه ومؤداه للقضاء هو الذي ينظره يصدر فيها حكم. أنا طبعا أشوفها خطوة جيدة كخطوة إعلامية ما لم تكن يعني فيها استهداف لكنها يعني خطوة إعلامية جيدة. أنت طبعا أنا حرجع أيضا للدكتور فهد لأنه في حينه لما كان رئيسا لتحرير مجلة اليمامة عرضت مجلة اليمامة تحقيق. أنا وقتها كنت محرر صغير يعني تحقيق عن مستشفى شهار. وحينها عندما تولى غازي القصيبي وزير الصحة قام بزيارة ودعا منسوبي اليمامة لمشاهدة التحول الذي حدث. أقصد أنه جيد أن تكون الصحافة بصفتك رئيس تحرير سابق علمنا رأيك. هو لا شك الصحافة بتمارس دور لكن ترى مو دائما يسمع للصحافة. كثيرا ما دوائر حكومية تمارس قدر كبير من الطناش لما ينشر في الصحف وتتجاهله تماما. صحيح. أنا متأكد كل واحد فينا يستطيع أن يروي من تجربة عاشها الشهر الماضي وجها من أوجه القصور في أحد الدوائر الحكومية كثيرة المطار أو المحكمة أو غيرها أو غيرها في كثير من الأخطاء. يعني هل من الضروري الصحافة أنك أنت لا بس كويس ولا لا اللي حدث؟ أنا 100% أقول كويس لكن لابد من أن البلد هذه لكي تستطيع أنها تنجح أنه تكون فيها أدوات للمحاسبة والمكاشفة والمساءلة. نحتاج إلى هذه الأدوات بقوة وأن تمارس على نطاق المجلس البلدية مجلس الشورى وغيرها وغيرها. يعني يجب أن يعني نبدأ من حيث انتهى الآخرون ولن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به حال غيرها. يعني نحن نعيد كثيرا إعادة اختراع العجلة من جديد. الجهات الرقابية موجودة ومجربة في كل دول العالم لكن هذا المجلس المحلي في جازان أو المجلس المحلي في مدينة منورة بيمارس دوره الحقيقي للنظر والتقصي عن القصور في دار الأيتام هنا وفي الملاحظة الاجتماعية هناك وفي المطار وفي كذا وفي كذا. يجب كل واحد يقوم بدوره لكن ما حد حيقوم بدوره بدون تشريعات. لابد الدولة توفر التشريعات حتى تستطيع هذه المكنة أن تسير بسلاسة. لا التشريعات موجودة. التشريعات موجودة والصلاحيات موجودة. القصور في التنفيذ القصور في المتابعة. هل المجلس البلدية عندها أسنان لكي تحاسب وتدقق؟ يا أخي إحنا عندنا نظام أشمل من نظام المجلس البلدي. عندنا هو نظام البلديات. إذا بتتكلم عن جزئية البلديات إذا بتتكلم عن جزئية الملاحظة والرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية عندها صلاحية تامة في المراقبة وكتابة التقارير والاطلاع عليها. يعني الأمارة كتبت لوزارة للفرع بملاحظات كثيرة عليه ويبدو لي أنه ذكروا أن هناك من يقطن هذا المكان وفيه ناس يعني فيهم أمراض يعني وأوبئة يعني خطيرة جدا. خلينا نشوف تعليق الدكتور فهد في هذا الجانب وفي جانب رأيته يعني مثلا الكلام عن دور الإعلام في إعانة المسؤول. خليني أقول كلمة في الأول حقيقة تأييد للدكتور للأخ الشيخ حمود واللي تفضلوا فيها الزملاء بعد التعليق اللي تفضل فيه الشيخ حمود وهو أنه أعتقد أنا أنه الذي نشر هو إدانة لوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر مما هو إدانة لمدير دار الملاحظة بكل صدق. ليش؟ لأنه هذه حالة يعني ضحيتها 200 شخص 200 مواطن صغير يعني لم يبلغ سن الرشد وفي منطقة مهمة من مناطق المملكة. فإذا كانت الوزارة لا تعرف
عن هذا الموضوع شيئا إلا بعد أن فاجأها محرر صحيفة الوطن بهذا التقرير فهذه مصيبة. وأنا أعتقد أنه يلحق اللوم ليس فقط المدير الملاحظة ولكن يلحق كل الهرم إلى أن تصل للوزير نفسه بأمانة بصدق. دحين أنا لا يهمني وزير الشؤون الاجتماعية ولا وزير أي قطاع آخر أتكلم عن الوزير أي وزير صحيح. يصل فيه إلى هذا المستوى معناته إحنا عندنا خلل كبير في المتابعة والمراقبة في كل جهاز في بإداراته المختلفة. ثم يا أخي وين المباحث الإدارية؟ ثم وين الأمارة؟ ثم وين مكافحة الفساد؟ وين الأجهزة الرقابية الأخرى؟ يعني شيء عجيب يعني أنه في النتيجة النهائية يشعر الوزير أنه مضطر لإقالة هذا الشخص نظرا لضخامة الجرم الذي سواه. طبعا أنا ما عندي تفاصيل عن نوع المصائب اللي كانت موجودة في دار الملاحظة لكنه لم يصل إلى هذا المستوى من القرار إلا وهو وصل إلى قناعة بأنه يعني الأمور في منتهى السوء. أما فيما يتعلق بالصحافة فما في شك يعني الصحافة كما أشار أحد الزملاء قبل قليل تسمى وأنت اللي أشرت السلطة الرابعة. ليش؟ لأنها تمارس دورا رقابيا على كل أجهزة الدولة صحيح. فهي معين لصاحب القرار ومعين لولي الأمر على إنجاز كثير من الأمور صحيح. من خلال دورها الرقابي. الآن تسمى البعض يسميها السلطات الثلاث الصحة الإعلام مع تطور الإنترنت لما اعتقد السلطة الرابعة طيب خلينا نشوف الموضوع التالي. الصحة تحول مرضاها لمستشفيات خاصة بعد امتلاء أسرة مستشفياتها. يا شيخ حمود الحين الصحة صارت عندها تكدس في عدد المرضى أو قلة في توفر المستشفيات بحيث أنها صارت طبعا الخطوة جيدة أن تحيل يعني بعض مرضاها إلى المستشفيات الخاصة وهي تتكفل بدفع المقابل مقابل العلاج لكن في كل الأحوال هذا تعبير عن نقص في توفر الأسرة وذا مع أنه ميزانية الصحة واحدة من أكبر الميزانيات لدولة من أكبر من أغنى الدول لكن لابد أن يكون هناك سند قانوني ويكون هناك تنظيم يعني يشرع لوزارة الصحة أن تحيل المرضى والذين يعني لا يجدون سرير والحالات الحرجة والطارئة إلى المستشفيات الخاصة. العمل العشوائي يعني على سنوات طويلة وعلى تراكمية ينتج أثار سيئة. يعني ستجد هناك نخبوية في من يحولون وهذه مشكلة الآن لا أنا أقول ستجد يعني في المستقبل يعني إذا لم يكن هناك ضوابط ونظام يطلع عليها الناس ويتأملون فيه وبالتالي يستطيعون يحاجون هذه الوزارة. هو مبني على أمر سامي فيما يتعلق بالاستفادة من غسيل الكلى فقط يعني الأمر السامي ورد في هذا أن يا وزارة الصحة استعيني بالقطاع الخاص والمستشفيات الخاصة في بحيث أنه ما يتوفر يعني أجهزة كاملة وبالتالي يعني قاسوا على هذا واعتبروه من باب القياس. أنا أقوله خطوة جيدة لكن نتمنى من معالي وزير الصحة ومن وزارة الصحة أن تضع مشروع نظام وأن تدون فيه كل الصلاحيات وتدون فيه أيضا كل يعني متطلبات النظامية والقانونية وأن ترفع المقام السامي ليقر ليصبح نظام حقيقي يتم المبادرة المنافع فيه بين وزارة الصحة وبين المستشفيات الخاصة. يعني قيل أن هناك مستشفيات يتم الإحالة لها دون غيرها في ظل غياب تشريع. قيل أنه ليس كل المرضى يستطيعون أن يحالوا المستشفيات الخاصة وبالتالي أنا أجزم أن إذا صدر هذا النظام ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح الجميع يعني يطلعون عليه أنه سيكون حجة في يعني مواجهة وزارة الصحة وضمانها أيضا للمواطن إذا أراد أن يتظلم. إيش رأيك دكتور عبد الرحمن يعني طبعا. هل هذا أيضا بسبب عدم وجود تأمين طبي مثلا؟ موضوع التأمين أعتقد يعني معقد وطويل وأنت تعرف يعني الحكومة السعودية يفترض يعني التأمين تتكلم فيه في أمريكا وفي كندا مختلف عن يفترض إحنا دولة رعاية لا ندفع ضرائب ولا شيء. الحكومة ينبغي أن تؤمن لجميع المواطنين في العلاجات الأساسية يعني ليست مثل الأسنان أو غيرها ربما لكن العلاجات الأساسية توفرها الحكومة هذا واجب من واجباتها صحيح. ومثل ما تفضلت أيضا ذكرت أنت أشرت أنه مؤسف يعني هو يجي جيد من ناحية جزئية ومؤسف من ناحية شاملة من ناحية شاملة ينبغي أن تغطي الحكومة المستشفيات العامة والحكومية هذه الحالات
وجيد أنه على الأقل يعني حل مؤقت مرحلي جزئي. لكن ونبه أيضا على ما تفضل فيه الشيخ حمود في قضية أنه يعني فعلا يعني كيف ستحول، ما هي الآلية النظامية والقانونية للتحويل والاختيار المستشفيات هذه؟ صحيح. أنا ما زلت أظن أيضا أنه لو أنه في تأمين شامل لكل المواطنين ما اقتضى هذا أنه واحد يروح المستشفى حكومي ثم يتم إحالته الخاص، يروح الخاصة الآن صارت يعني متوفرة في كل مكان المستشفيات الخاصة على قدر جيد. أنا متفق معك تماما، وكنت أفكر في هذا الموضوع قبل أن تدلي به، وأنا متفق معك تماما. أعتقد أن الضمان الصحي للمواطنين السعوديين مهم جدا جدا، وهو الحل الجذري لكل ما نسمع من مشكلات أسرة ومشكلات توفر أسرة. في هناك طريقين أمام المواطن، إما أن يذهب إلى المستشفى الحكومي للعلاج المجاني أو يذهب للمستشفى الأهلي بالعلاج بتكاليف بمقابل. هناك كثير من المواطنين ليس لديهم القدرة أن يعني يقدموا التكاليف المطلوبة لهم في المستشفى الأهلي. فأنت لكي تحل هذه المشكلة وتقضي تماما على 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 الدعاوى المستمرة بأن في رعاية طب وأن لقوا أسرة وما وجدوا أسرة وأن الممرض، أن أنت تطبق تسرع في إيجاد الضمان الصحي الذي طبق على الأجانب اليوم في السعودية وأثبت نجاح جيد، صحيح، أنه تطبقه على السعوديين، وبالتالي تنتهي هذه المشكلة، ما يصبح السرير موجود في كل مكان. طبعا من ما يحدث الآن أنا أعتقد في مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن والشيخ حمود أنه في تكامل بين القطاع الخاص، يشي بتكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالعلاج الطبي للمواطنين، لكن أيضا أنا أخشى أن يتحول هذا إلى مدعاة للفساد. صحيح. يعني ليس كل الموجودين في هذا على تنفيذ هذا النظام من الأنبياء أو الملائكة. لا صحيح. وأحيانا إذا لم يوجد يعني آليات وإجراءات إلى جانب الأنظمة لتنفيذ هذا الأمر سيكون مصدر للفساد، سيكون هناك مستشفيات أهلية تستفيد منه أكثر من مستشفيات أخرى. أيه. وسيكون هناك بعض المواطنين. أيه. وناس يستفيدون منه أكثر من يعني ما هو مريح. أنت بتفق 100%؟ لا زيادة على ما تفضل. ما تشوف أنه فيه يعني هل يعني ألا ترى أنه نقص توفر عدد المستشفيات الحكومية سبب في التحويل إلى القطاع الخاص؟ هو في حديث مستمر أنه في حاجة إلى مزيد من المستشفيات وفي اعتمادات، وتذكروا جميعا أنه حتى الملك عمل اعتمادات أخرى وقروض إضافية للمستشفيات الخاصة، ففي حاجة ماسة. لكن الصحة عموما من أهم القضايا في السعودية هي والتعليم. مرة أخرى ما عمري شعرت أنه أحد جاب الصحة ووضعها تحت المجهر بالتشريع بالأرقام بالحقائق. معظم حديثنا حولها هو عن إنجازاتها ولكن مثلا كم تكلفة كل مواطن سعودي على وزارة الصحة؟ الأرقام سمعتها أنه كل مواطن يكلف سنويا 5,000 ريال وزارة الصحة، بينما التأمين يكلف دون ذلك. هذه المسائل التي لابد أن نشغل بها حتى نستطيع أن نخلق منظومة كاملة للمعالجة الصحية، وهذه لا تكون إلا في مجلس شورى قوي جدا يستطيع أن يفصفص هذه المسألة إلى أن نصل إلى بيت القصيد فيها، وهو توفير رعاية صحية كاملة للمواطن. هو سبق يا دكتور أن التأمين رفع إلى المقام. صحيح. السامي. نعم. فيما يتعلق بالعمالة حمد المانع. نعم. فيما يتعلق بالمواطنين. أي. طبعا في جانب العمالة وقر، لكن في جانب المواطنين لم يستر فيه حتى الآن. يقول وزير الصحة أنه يفكر في إعادة الحال. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد، وأهلا بضيوفي الدكتور فهد العرابي الحارثي والشيخ حمود الناجم والدكتور عبد الرحمن الحبيب والأستاذ جمال خاشقجي. نذهب إلى موضوعنا التالي. إصابة مدير شرطة وادي الدواسر 12 رصاصة والاعتداء بالضرب والسرقة على رسام كاريكاتير سعودي.
أنا عندي معلومات خاصة يا أستاذ جمال أنه مدير شرطة وادي الدواسر أصيب بهذه الرصاصات الحقيقة 12 رصاصة الله يعظم أجره ويعافيه ويشفيه من قبل أصحاب مخدرات مروج مخدرات لأنه الحقيقة يبدو وقف لهم بالمرصاد كثيرا. إيش تعليقك أنت على الموضوع؟ والله الله يأخذ بيده يعني رجل خام بيقوم بعمل نبيل، لكن اللجوء إلى هذا النوع من العنف يثير القلق، والخبر مع الخبر الآخر في لجوء للعنف متصاعد. طيب. السرقة المسلحة بدأت أيضا تظهر، كل أشياء تدعو للقلق. الجرأة على الاعتداء على مدير الأمن العام في منطقة من قبل مهرب مخدرات يدعو للقلق. لابد بالنظر باهتمام، يعني من السهل علينا أن نقول إنه هذه حالة معزولة أو هذه حالة واحدة، لكن ما عرفت توافقوني إنه في نزعة، يعني جرائم العنف بدأت تزداد. لابد أن نهتم بها. هذا شيخ حمود صحيح إنه في تغير وتطور يعني كمي في النزعة إلى الاعتداء، أو إنه هذه طبيعة حقنا ترويج المخدرات لما يعني يواجههم احد بتضييق؟ لا، الاحصائيات تقول هذا، انه في زياده. أيه؟ في زياده في الجرائم، في زياده في طريقه واسلوب وامكانيات مروج المخدرات. اصبحوا يستخدمون تقنيه عاليه، اصبحوا يحددون يعني اهداف معينه واسلوب معين. يعني ربما ان يعني أن عمليه الثورات العربيه وكثير من يعني من لجأوا إلى الدول العربية المجاورة أيضا ساهم حقيقة يعني في سهولة دخول يعني بعض يعني نعم الأسلحة وبعض من ارتادوا يعني هذه العمليات. لكن رجل أمن هذا عمله يعني، ولن نستنكف يعني أن يحصل لرجل أمن أي واقعة جنائية، لأنه عندما دخل السلك العسكري وتدرب وهو حقيقة سيتصدى لهذا العمل، وهذا الواجب وهذا أقسموا عليه. ولذلك يعني وزير الداخلية محمد بن نايف يعني كان حقيقة حاضرا في هذا، والصحافة تكلمت عن متابعتها الشخصية لهذا. يعني مثل ما قال أستاذ جمال هذا أمر طبيعي، والدولة يحصل فيها يعني خاصة في الجنايات وفي التخريب وفي يعني الغزو الداخلي أشياء كثيرة جدا. لكن يعني هل نحن مستعدين يعني كمواطنين؟ يعني المواطن السعودي هل هو مستعد حقيقة يعني في بيته وفي مدرسته أنه يواجه هذه النزعة الشرسة والحملة المنظمة على المملكة العربية السعودية؟ أنا أعتقد أن هذه حملة داخلية وأن السهام موجهة ويجب أن نحتاط لهذا. تعتقد أنه إحنا فيه صحيح في حملة يعني لاستهداف الشباب السعوديين أو السعوديين إجمالا بالمخدرات وغيرها؟ لا، أنا عموما موقفي دائما من نظرية الحملات المستهدفة والنظرية المؤامرة لا أجد دائما فيها. نذهب للأرقام، أشرت يعني أشار الشيخ أنه في زيادة، الأرقام الإحصاءات تشير أنه في زيادة. نعم، الزيادة هذه لأنه أنت الآن عندك يعني نمو في المدن، انتقال من الريف والبادية، ما لم يصبح لديك بادية أصلا، انتقال من الريف إلى المدن. الرياض فيها أكثر من 5 ملايين ثلث السكان أجانب. أيوة، فعندك إذن إشكالات، هذه إشكالات المدينة. السؤال ليس فقط أنها تزيد، واضح أنها تزيد والإحصاءات تشير إلى ذلك، لكن هل زيادتها غير طبيعية أم أن زيادتها طبيعية؟ هل هي منطقية أن المدن بطبيعة الحال مدن فيها مئات الألوف بيكون فيها جرائم، هل هذه الجرائم زايد عن المعدل العالمي أو هي في نفس المعدل أو أقل منه؟ هنا هذا مهم جدا من ناحية إحصائية. بعد ذلك نجم أيضا ما أضاف ما أشار إليها الشيخ حمود، أنه هل نحن مستعدين؟ الأنظمة، الدولة، التعليم، النظم، طرق العقاب، هل نفس العقاب السابق القديم؟ يعني هذه مسائل كلها مهمة جدا في هذا. نشوف الدكتور فهد. طيب، أيضا هناك رأي آخر، هل العين الساهرة صارت عين ناعسة شوي تغفل، يعني انشغلت في أشياء أخرى؟ هناك من يرى أن الانشغال في القاعدة والإرهابيين يعني أغفل جانبا مهما في الأمن الوطني. لا، هو أنا الحقيقة لما قرأت الخبر في البداية يعني أوهمتني بعض السياقات الموجودة في الخبر، أنه المدير الشرطة العقيد السبيعي انتقل من مكانه إلى مكان في احتفالية وفيها إطلاق رصاص. وبالتالي قلت لعله خطأ من أخطاء الاحتفاليات اللي فيها خطأ رصاص، لكن كما يقال دائما في تحليل بعض التصرفات تستطيع أن تصل إلى نوعية المجرم أو نوعية التي قام بارتكاب الجريمة.
يعني بعض المؤشرات احيانا تدل على بعض التفجيرات ان هذه القاعده، هذا هو اسلوب القاعده مثلا في التعامل مع حوادث التفجير. الذي حدث اللي تفضلت فيه انا اعتقد المعلومات الخاصه انا اعتقد انها صحيحه، لان الاسلوب الذي تم مع العقيد يوحي حقيقه ويؤكد انه هذا من تصرفات جماعه اهل المخدرات. صحيح، لانه هذا فيه ترصد واصرار على القتل 12 رصاصه. صحيح، يعني سبحان الله العظيم كيف الله سبحانه وتعالى انجى هذا الرجل من 12 رصاصة ولا واحدة فيهم أصابت مقتل. أيه؟ على أنها في بطنه في بطن بعضها. صحيح، في أكثرها. فهذا معناها أن الشخص الذي انتقل من مكانه لمطاردة أو لمتابعة العقيد هو شخص أو مجموعة تريد التخلص منه نهائيا، وهذا دائما هو أسلوب حقين المخدرات وهو لن ينتهي، سيظل. صحيح، هناك دائما الحرب قائمة ترى في كل بلاد العالم، مو بس في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في أي مكان في العالم، حرب المال والمخدرات والجنس هذه دائما موجودة. صحيح، في كل المجتمع. وطبعا كان مع موظف أيضا من الأمارة. أيضا هناك الاعتداء بالضرب والسرقة، هذه محاولة سرقة، جريمة جنائية في حق رسام الكاريكاتير، لكن يعني الحمد لله اللي نجاه. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد في الجزء الأخير من حلقتنا هذه الليلة. اليوم 25 يناير، مر عام سريعا على الثورة في مصر، أو التحول من نظام حسني مبارك أو نظام ضباط الأحرار إلى نظام الإخوان. ستظهر كما ترون الآن المجموعة من الصور ل الثائرين على الثوار في ميادين مصر، الذين الحقيقة استغرب أن طبعا يعني احتشدوا من كل الأطياف معارضة للإخوان. أنا استغرب أستاذ جمال، هم طيب الناس لجأوا إلى صناديق الاقتراع، ألم يكفي هذا ليرضوا بمرسي رئيسا؟ هو هذا المنطق السليم، لكن من الطبيعي أيضا أنه أصحاب الرأي الآخر المعارض أن يحتجوا. هذه من الممارسات الديمقراطية في الدولة الديمقراطية. لكن ألاحظ الإخوة المصريين بنحو الشدة، يعني رفع الشعار كإسقاط النظام صار زي سلام عليكم. يعني كل 5 دقائق يقول إسقاط النظام، عملية جدا صعبة ومكلفة على الدول. أيضا ألاحظ أنه المعارضة بلغت حد السفة. اليوم الخطيب في ميدان التحرير وهو شاب صغير أزهري، أو هكذا بدأ أنه أزهري، وصف مرسي بالعميل الصهيوني. يعني لا يليق. كيف هذا خطيب أزهري؟ نعم، خطيب الجمعة بيئم الشباب المعارضة المصرية، فوصفه بالعميل الصهيوني أيضا لا يليق. على فكرة جمال، لا بسألك، أنت حزين لأنه طبعا لأنه الوضع سيء، ولا لأنك منحاز لهم؟ لا، أنا حزين لأنه ليس هذا هو الخلق المعارضة. يعني في حدود، من الطبيعي أن يكون في معارضة. لا شك أنه الصورة التي كان ينبغي أن يحتفل بها كل المصريين مع بعض ما حصلت اليوم. الإخوان قعدوا في بيوتهم، وهذا عين العقل، لأنهم لو ذهبوا إلى الميادين لاشتبكوا مع الآخرين. تصادم. لو مرسي ذهب إلى التحرير لاحتج عليه البعض، فكل واحد الآن قاعد في بيته. فلكن الصورة التي كان ينبغي أن تخرج بها مصر واحدة موحدة تتذكر ذلك الحدث العظيم اللي بيحتفلوه جميعا، طبعا ما حصلت. لكن أيضا نعود إلى بداية حديثنا على القمة الاقتصادية، يعني الاستمرار بهذه الأصوات يؤثر في حظوظ مصر في النهضة الاقتصادية المأمولة. شيخ حمود، ايش تعليقك انت على ما يحدث في مصر؟ اكيد ما اثر الشعب الا من حاجة ومن صدمة. يعني كل الوعود التي يعني تم في مواجهتهم، كل الامنيات التي كانوا يطمحون اليها لم يتحقق منها شيء. سنة، طيب لسه بدري. على الاقل لو في مؤشرات تدل على ان المنهج صحيح وان الطريق سالك وانهم سيصلون، ما في شك انهم يعني الشعب ماذا يريد في النهاية؟ الشعب يريد جزء أن يتحقق بحيث يثبت المصداقية. لكن اختصار الدولة في جماعة واتهام الدولة بأن أصبحت يعني إخوانية، وأن مفاصل الدولة أصبحت في يد
يعني فئة معينة محددة تتصرف فيها، هذا هو الذي يعني أخرج هؤلاء من بيوتهم. في النهاية مصر يعني يجب أن ينتهي هذا السيناريو، ويجب أن يكون مصر دولة السيادة ودولة الدستور، يجب أن تغلب عليها مصلحة الشعب وأن تتحقق فيها في المؤسسات الدستورية التي يعرفها العالم جميعا. دكتور عبد الرحمن تعليقه. طبعا بعد أي ثورة يعني عادي، يعني الثورة التقليدية النمطية وتنطبق عليها مواصلات ما حدث في مصر تأخذ أحيانا 10 سنوات وأحيانا 3 سنوات سنتين يعتمد. فهذا طبيعي، تقلبات الأحداث لا يسيطر عليها أي تيار، حتى لو سيطر عليها تيار مثل الآن الإخوان المسلمين يسيطر عليها لكن لا يسيطر على أحداثها. يعني قضية التعديلات الدستورية اللي عملها مرسي، قضية الدستور نفسه صحيح. هم اعتبروا الدستور كأنها تصويت، أخذ 63 أو 64% وافقوا عليه، هذه ضئيلة في دستور تأسيسي مهم جدا أنه يحدث التوافق المعتاد في الدساتير. أي نعم. معتاد أنه يحدث المطلوب مع الحاجة في مصر هو للتوافق، ليس لأنه يقولك صناديق الاقتراع فاز تيار على آخر، هذه لا تكفي. أنت الآن بحاجة توافق، لا تستفي باستمرارية حكومية. خلينا نشوف دكتور رائد الحين الشيخ حمود وغيره وذا يقول أنه انه في تيار مسيطر على هذا. طيب يا اخي في العالم المتقدم في امريكا ولا ذا لما يفوز الحزب الجمهوري او حتى الحزب الديمقراطي ينساق الجميع تحت مظله هذا، كيف يمكن لهذا الوضع ان يتحول يصير عندنا في العالم العربي؟ اشوف ما يحدث في مصر اليوم هو مبرر. طبعا انا اتفق مع الاخ جمال في انه كان مفروض يكون احتفاليه بدل أن يكون مظاهرة فيها يعني توعد ووعيد وإسقاط للنظام وسواه، لأنه في النتيجة النهائية هذه احتفالية للمصريين واحتفالية للعرب. صحيح. إحنا نعتقد أنه ما حدث في ميدان التحرير هو إعادة تشكيل وعي سياسي جديد في العالم العربي كله. ميدان التحرير انبثق منه أشياء كثيرة لهذا العالم، فكان المفروض أنها تكون احتفالية بدل ما تكون صحيح. طيب أنا أقول أيضا بأنه يعني الأوضاع في مصر متوترة شوية بين جناحين أو بين عدد من الأجنحة، وبالذات الجناح الرئيسي اللي هو الذي يحكم والجناح الآخر الذي لا يريده أن يحكم. بالتالي أعتقد أيضا أنه ما حدث طبيعي، وأظن أنه هذا أنا أفهمه أنه نوع من إنضاج الثورة. ممتاز. إنضاج الثورة في 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 مصر نفسها، ولأنهم خرجوا يطالبون بتحقيق أهداف الثورة. هذه رسالة مباشرة لمرسي وللإخوان بأنه انتبهوا، لابد أنكم تعرفون أن هناك ميدان تحرير لازال موجود. إذا ما تحققت أهداف الثورة حنرجع لكم مرة ثانية، وإذا ما حصل انتخابات قادمة بنفس النزاهة والقوة والنظافة التي حصلت في المرة الماضية برضو ميدان التحرير موجود. يعني أنا أعتقد هناك خلق جديد أو تخلق جديد للوعي السياسي جديد يولد من جديد في هذه المنطقة. دكتور فهد العرابي الحارثي والشيخ حمود الناجم والدكتور عبد الرحمن الحبيب والأستاذ جمال خاشقجي، شكرا لكم جميعا، وشكر موصول لكم عزيزي المشاهدين. أعزائي المشاهدين نراكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.